مكتبة. كتب، يكتب. سبورة. خريطة. الرياضة. إلى المدرسة. متى تذهب إلى المدرسة؟ في الساعة 6:30. متى وصلت؟ في الساعة 7:45. هل تسكن بعيدا عن المدرسة؟ لا، أسكن قريبا من المدرسة. كيف تذهب إلى المدرسة؟ مشيا على الأقدام. لماذا لا تشتري دراجة؟ الطريق مزدحم دائما. في المدرسة. صباح الخير. صباح النور. ما هذه؟ هذه حقيبة. هل هي حقيبتك؟ نعم، هذه حقيبتي. ماذا في حقيبتك؟ كتاب، قلم ومسطرة. هل معك أشياء أخرى؟ لا، شكرا. عفوا. هان المدرسة. هذه مدرستي، هي قريبة من المسجد. هي مدرسة كبيرة لها 3 أبواب. هان المدرسة. الوحدة الثانية. أحب أسرتي. استمع ثم ردد. هذا أخي.
هذه أختي. هذه أمي. هذا أبي. استمع ثم ردد. هذا أبي اسمه حسين. هذا جدي اسمه عثمان. هذه أختي اسمها خديجة. هذه جدتي اسمها زينب. هذه أمي اسمها فوزية. هذا أخي اسمه علي. اسأل ثم أجب. هذه صورة أسرتي. أنا أحب أسرتي. من هذا؟ هذا أبي. أنا أحب. شريف.